السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الميد جورني فكرة العمل بتاعته. فكرة العمل بتاعته ببساطة ان انت تكتب سلاش وبعد كده يقول لك بقى اختار اللي انت عايزه. ممكن تختار اسك او هيلب او بس هو عادة احنا بنختار imagine، وتبدأ بقى تقول له مثلا انا عايز snow at pyramids. النهاردة انا شايف كل الناس عمالة تكتب موراكو، عايز اشوف مراقب في كاس العالم هيبقى عامل ازاي، فنعملها مفيش مشكله. طيب خلينا نشوف الصوره هتطلع ازاي. هو طبعا الناس كتير بتكتب في نفس الوقت فممكن يختلط عليك، فانت يعني ممكن تعمل تلاقي بالاصفر الشغل بتاعك بالاصفر. تمام. طيب زي ما انت شايف هو لسه 12%، اديها وقت بحيث ان هو يحسن الصورة على قد ما يقدر. لما توصل 100% هو عمل جبل من الجليد، ماشي، فلازم نحسن الجملة شوية، او نقدر نقول ان الجليد مغطي الاهرامات كده. عمل اللي هو ايه 100%. طيب ودي كلمة كنت كاتبها من شوية او حد كان كاتبها وانا قلت له اعمل عليها، دوست العلامه دي فبدأ ان هو يجيب لي صور زيها. تمام. ممكن تقول له اجيب لي صور تانية، ممكن تشوف ابسكيل تو ماكس، ممكن تعمل لايت ابسكيل ريدو، في كذا حاجة ان انت تقدر تعملها. ممكن تقول له انا عاجبني الصورة ديت. طيب نرجع للجليد اللي عند الاهرامات اللي احنا كنا عاملينها. هنا جايب لك الاربع صور، فانت تقدر تختار اي صورة انت عايزها، هي دي اللي تعمل لها سكيل، ماشي. وممكن تقول له V4 يعني شوف لي البارامتر الموجودة ديت، غير لي وجود لي صور تانية. تمام. وممكن تقول له اعمل لي ريلود ليها، فيبدأ يجيب لك صور تانية. فتخيل انت قاعد مع مصمم وتقول له وجد لي 8 صور في ثواني. اهي دي الصورة بتاعتنا اهي. تمام. هو لسه بيعمل لها ابديتد. احنا كاتبين كلام قليل، في ناس ممكن تقعد توصف وصف رهيب يعني كأنه بيكتب كتاب. نوع الكاميرا اللي بتصور بيها، الارتفاع بتاع الهرم، في كم جمل في المشهد، فانت تقدر تحط الحاجات دي وتطلع لك الصورة دقيقة جدا زي ما انت عايز. ناس كتير حاطة حاجات في الكورة في اليومين دول عشان موضوع كأس العالم. دي بقى ممكن تقول له بقى ايه، عندك اختيارات كتيرة، ممكن تقول له كويسة وحشة، عايز تسيفها زي ما انت عايز. اهي تقدر تشوف احسن صورة انت عايزها وتبدأ تكمل عليها. خلينا نقول له مثلا انا عايز اتخيل سوبرمان از بيبي. بيبي سوبرمان، ابن سوبرمان، ممكن يبقى عامل شكله ازاي. تمام. او باتمان ان جيم. جاب لك سوبر مان كده وعيل صغير، الله كتكوت حلو قوي جميل. وزي ما اتفقنا الصوره مبدئيا يعني بتبقى حلوه، لكن انت تقدر تختار احسن واحده فيهم وتخليه ان هو يطور عليها يركز عليها. تمام.
جاب لك صور سوبر مان وهو صغير. باتمان في الجيم طبعا مش واضحة، فلازم تجيب اسم المكنة اللي اتدرب عليها وهكذا. تمام اهو ده بقى سوبر مان. انا واحدة فيهم اللي عجباك؟ وليكن مثلا ده كتكوت قوي، تمام، فده رقم كام؟ ده 1 2 3. فاقول له رقم 3 هو اللي انا عايزه. تمام ابدأ اشتغل عليه. خلاص هو خد الاوردر بتاع اليو 3 دوت، فيبدأ يركز لك على الصورة دي، يعمل لك صور قريبة منها. خدها وبدأ يطور فيها.